لن تنالها إلا بالقتل في أرض اسمها كربلاء. اقل ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني استريح. ذاق بي يا جد من فرط الاسى رحب الفسيح، فعسى قود الاسى يندك بين الدكتين. يقول لجد صفو العيش من بعدك بالاكدار الشيب واشاب الام راسي قبل ابان المشيب. استمع لهذه الابيات من الدمستان البحراني رضوان الله عليه. واشاب الام راسي قبل ابان المشيب، فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاء. يا حبيبي يا حسين انت يا ريحانة القلب جدير بالبلاء، انما الدنيا ودت لبلاء النبلاء، لكن الماضي قليل بالذي قد أقبلا، فاتخذ درعين من عزم وحزم سابغ. ما الذي سيحصل دمستاني؟ يقول له ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء، وستبقى في ثراها عافرا منجدلا، وكأني بلئيم الأصل شمر قد علا صدرك الطاهر بالسيف يحز الودج. ولما ورد إمامنا الجواد إلى بغداد مع أم الفضل بنت المأمون، جعل المعتصم يكيد ويحتال للتخلص منه. روى ابن أرومة أن المعتصم دعا جماعة من وزرائه فقال: اشهدوا لي على محمد بن علي بن موسى زورا، واكتبوا أنه أراد أن يخرج أن يعلن الثورة. ثم دعاه فقال: إنك أردت أن تخرج علي؟ فقال الإمام: والله ما فعلت شيئا من هذا. فقال المعتصم: إن فلانا وفلانا شهدوا عليك فأحضروا. فقالوا: نعم، هذه الكتب وأخذناها من بعض غلمانك. قال: وكان جالسا في بهو، فرفع أبو جعفر عليه السلام يده وقال: اللهم إن كانوا كذبوا علي فخذهم. قال: فنظرنا إلى ذلك البهو كيف يرجف ويذهب ويجيء، وكلما قام واحد وقع. فقال المعتصم: يا ابن رسول الله، إني تائب تائب مما قلت، فادع ربك أن يسكنه. فقال عليه السلام: اللهم سكنه، إنك تعلم أنهم أعداؤك وأعدائي، فسكن. هذا وكان الإمام يخبر أصحابه بوقت شهادته منذ عهد المأمون. قال ابن بزيع العطار: قال أبو جعفر: الفرج بعد المأمون بثلاثين شهرا. فنظرنا فاستشهد عليه السلام بعد ثلاثين شهرا. انظر أيها الموالي كيف كان الإمام يصف يوم شهادته بصفة الفرج له. ولك أن تتصور حجم الأذى الذي كان يعيش ومدى الضيق الذي كان فيه. أما كيف استشهد إمامنا ومن دس له السم، فهناك قولان تاريخيان، أحدهما يضع في قفص الاتهام قاضي البلاد أحمد بن أبي دؤاد وبعض الوزراء وجعفر بن المأمون وعلى رأسهم المعتصم نفسه، وثانيهما يلبس الجريمة للزوجة اللئيمة وأخيها لأمها وأبيها جعفر وبأمر المعتصم ذاته.
فالمعتصم في الحالتين ووفق القولين مشترك لم يعصمه عن ذلك إيمان، فقد كان على رأس المباشرين والمنفذين. فمن القول الأول ما جاء في تفسير العياشي من أن زرقان، وهو لقب لأبي جعفر الزيار صاحب أحمد بن أبي دؤاد وصديقه، قال: رجع ابن أبي دؤاد ذات يوم من عند المعتصم وهو مغتم، فقلت له في ذلك، فقال: وددت اليوم أني قد مت منذ 20 سنة. وددت اليوم أني قد مت منذ 20 سنة. قال: قلت له: ولم ذاك؟ قال: لما كان من هذا، أي من أبي جعفر محمد بن علي بن موسى، اليوم بين يدي الخليفة. انظر أيها الموالي إلى حقد هذا اللعين، وإنما عبر عن إمامنا بتعبير لا يليق به، وذلك حسدا من عنده وإرضاء لنار الحقد في قلبه. قال: قلت له: وكيف كان ذلك؟ قال: إن سارقا أقر على نفسه بالسرقة وسأل الخليفة تطهيره بإقامة الحد عليه، فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه وقد أحضر محمد بن علي، فسألنا عن القطع في أي موضع يجب أن يقطع. قال: فقلت: من الكرسوع، أي طرف الزند. قال: وما الحجة في ذلك؟ قال: قلت: لأن اليد هي الأصابع والكف والكرسوع، لقول الله في التيمم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، واتفق على ذلك قوم. وقال آخر من الحاضرين: بل يجب القطع من المرفق. قال: وما الدليل على ذلك؟ قالوا: لأن الله لما قال: وأيديكم إلى المرافق في الغسل، دل على حد اليد هو المرفق، دل على أن حد اليد هو المرفق. قال: فالتفت إلى محمد بن علي فقال: ما تقول في هذا يا أبا جعفر؟ فقال الإمام: قد تكلم القوم فيه. قال: دعني مما تكلموا به، أي شيء عندك؟ قال: اعفني. قال: أقسمت عليك بالله لما أخبرت بما عندك فيه. فقال: أما إذا أقسمت علي بالله إني أقول إنهم أخطأوا في السنة، فإن القطع يجب أن يكون من مفصل الأصول الأصابع، فإن القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع فيترك الكف. قال: وما الحجة في ذلك؟ قال: قول رسول الله صلى الله عليه وآله: السجود على 7 أعضاء: الوجه واليدين والركبتين والرجلين، فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها. وقال الله تبارك وتعالى: وأن المساجد لله، يعني هذه الأعضاء 7 التي يسجد عليها، وما كان لله لا يقطع. قال: فأعجب المعتصم بقول محمد بن علي وأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكف. قال ابن أبي دواد: قامت قيامتي وتمنيت أني لم أك حيا. قال زرقان: قال ابن أبي دؤاد: صرت إلى المعتصم بعد 3، فقلت: إن نصيحة الخليفة علي واجبة، وأنا أكلمه بما أعلم أني أدخل به النار. انظر إلى حب الدنيا، وانظر إلى استحواذ الشيطان على القلوب والعقول، وكيف سول له الشيطان أن ينصح للطاغية ولا ينصح لله. قال: وما هو؟ قلت: إذا جمع أمير المؤمنين في مجلسه فقهاء رعيته وعلماءهم لأمر واقع من أمور الدين، فسألهم عن الحكم فيه فأخبروه بما عندهم عن الحكم في ذلك،
وقد حضر مجلسه أهل بيته وقواده ووزراؤه وكتابه، وقد تسامع الناس بذلك من وراء بابه، ثم يترك أقاويلهم لقول رجل واحد يقول شطر هذه الأمة بإمامته، ويدعون أنه أولى منه بمقامه، ثم يحكم بحكمه دون حكم الفقهاء. قال: فتغير لونه وتنبه لما نبهته له، وقال: جزاك الله عن نصيحتك خيرا. قال: فأمر اليوم الرابع فلانا من كتاب وزرائه بأن يدعو الجواد إلى منزله، فدعاه فأبى أن يجيبه، وقال: قد علمت أني لا أحضر مجالسكم. فقال: إني إنما أدعوك للطعام، وأحب أن تطأ ثيابي وتدخل منزلي. فأتبرك بذلك، فقد أحب فلان ابن فلان من وزراء الخليفة لقاك. فصار إليه، فلما طعم منها حس السوم، فدعا بدابته إلى أن نفذت تلك الجريمة الكبرى بحق إمامنا، وكان الإمام صائما. فلما أحس إمامكم بحرارة السم في بدنه قال عليه السلام: ويلك، قتلك الله فقد قتلتيني. والله يا عيني يا عيني على الجواد بشبد معذم، يا قلب على ابو الهادي تلجم، شباب وصايم ويفطر على السيف، وحيد بدار غربة مثل الحسين، ولوحيد بدار غربة مثل الحسين. أيوة إماما وجوادا وغريبا ووحيدا، المدينة تنحب فظلامة السبط التقي تغرب. نزل المصاب بآل بيت محمد فجواد طه ظامئ ومعذب، من غيلة السم الزعاف وجمره يغلي حميما والحشا يتلهب. فاضت به روح الإمام وعينه ترنو إلى رب جليل يرقب. أنصار نهج الطاهرين تقاطروا، ولفقد قائد أمة هم مندبوا. صلى على الصبط الشهيد وريثه هادي الخليقة والإمام الطيب. ما كان ذنب حفيد أحمد جارعا سم الضغينة من يد تسترهب. غصبت مقاليد الخلافة عنوة، شلت يد للغاصبين تعذب. جحدت بني خير الأنام محمد، وتفاخرت
بالإثم وهي تكذب يوم الشجون بجنب دجلة مأتم ينعى الجواد وعالما يستطلب هو حامل العبء الكبير إمامة باب المراد وفي المكارم مذهب مجل الغياهب عن قلوب أضمرت شرا وكانت لا تمل تصعب هو كاظم للغيظ هو كاظم للغيظ شأن جدوده من آل بيت طاهر لا يحجب عزفوا عن الدنيا عزفوا عن الدنيا الغرور مفاتنا بل طلقوها والحقائق تعرب تاريخنا ضاو وليس يغيبه علج يناصب أحمدا ومكذب إن الإمامة إمرة جعلت لمن رضي العليم وبالإمامة أوجب وبنو محمد هم معادن حكمة ووعاء وحي الله بل هم أنجب قد أرخصوا الأرواح يوم ضلالة وتنكبوا الأهوال لم يتهربوا تلكم مراقدهم علائم نهضة دامت تضيء برحمة وتهذب يا ليت أدمع عيننا تطفي لظى للحاقدين وهم ضغائن تلهب لا ليس ذا دين الذي عشق الورى ودعاهم للحق نورا يطلب هذا علي خيركم وإمامكم وأخ نبيكم ومن لا يذنب وبنوه هم بيت المودة عترتي طوبى لمن سمعوا لهم وتقربوا هم سادة الدنيا وكل مرامهم خير العباد وأمة تتوثب فهم كرام الأرض إن يستكرموا والمنجحون لكل شأن يطلب صلى الكريم على النبي وآله صلى الكريم على النبي وآله فهم ملاذ الخلق بل نعم الأبو.